السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فن التواصل عشان الناس تتعرف مليح وتستفيد من بعضها لابد من إتقان هذه المهارة، ولكن باش نتقن هذه المهارة لازم يكون عندي بعض المعلومات نحاولوا نشوفوها مع بعضنا. عناصر التواصل أو الاتصال ثلاثة في الحقيقة: رسالة وباث ومتقبل. إذا خلونا نتعرفوا على خصائص الرسالة. الرسالة يلزمها تكون واضحة، يعني الكلام اللي تحب توصله أو الهدف اللي تحب توصله يلزم يكون واضح جدا بالنسبة للمتقبل. الانسيابية، كلامك بطبيعة تفهمنا أنه يكون واضح. انسيابي يعني يتكلم في جرة بعضه، أمورك واضحة، محضر كل شيء، عارف وين تحب توصل من الكلام متاعك. كلام انسيابي ورشيق، يعني تعرف تختار الكلمات اللي تحب توصل تحب تقولهم باعتبار الشخص اللي أمامك أو الأشخاص أو المجموعة. إذا كن رشيق الكلام وتحدث باختصار. كلام برشا برشا راه ما يهز شيء، وربما تضيع المعلومة ويضيع الهدف. تحدثوا باختصار، نكونوا واضحين ونكونوا دقيقي الكلام. لازم نكون دقيق جدا في كلامي، واضح دقيق انسيابي ومختصر الكلام، وبالتالي نوصل الرسالة في أقل وقت ونوصلها مخير ونوصل لأهدافي. الرسالة هذه بطبيعة عندها شروط باش توصل اللي تحب عليه. أحسن اختيار الوقت، واضح الأمور. جماعة عندهم ماتش كورة يتفرجوا فيه وانت تجي تحكي لهم على الصحة المدرسية، مش معقول. لازمك تهيئ الظروف المناسبة، الوقت، الزمان، المكان وغيره. والموضوع باش تحكي فيه يحاول انه يكون من اهتمامات المجموعة اللي باش تحكي معاها، حاجة يهتم بها. وحتى اذا كان هو مش مهتم بها، انت بطريقتك باش تخليه يهتم بها. كيفاش؟ بالتعرف على الجانب النفسي للمتقبل. المجموعة المشيلة انا يعني واللي باش نحكي معاها يلزم تكون عندي عليها فكرة، بالطبع تعرف العمر، تعرف التفاصيل هذيك، وحتى نفسيتهم اللي هي تختلف من واحد الى اخر. واثناء انت المحادثة نتاعك راك شيئا فشيئا باش تتعرف مع على الناس اللي قاعد تحكي معاه. ومطلوب منك ان تتآلف مع هذه المجموعة، يعني كأنك تكون تعرفهم عندك مدة. سهولة التواصل، الطريقة هكا، البسمة اللي ما يلزمش تفارق الوجه نتاعك وما إلى ذلك. طريقة الاتصال مهمة جدا. مثال الشخص اللي أمامك مهما كان كبير أو صغير امدحه، مثال لو وجد له فرصة يقولش كلمة مهما كانت امدحه وأشكره وركز على إيجابياته، لأنه هذاك باش يعاونك أثناء تقديم ما تريد. وأنصت له أو لهم جيدا. الانصات راهو مهم، ينقص عليك برشا وقت ويخليك تفهم مع شكون قاعد تحكي، وبالتالي ستحسن التواصل. تقدير، قدروا مليح 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 الشخص اللي تحكي معاه او المجموعه، صغير كبير كهل شيخ وما الى ذلك. احترمه قلبا وقالبا. راه هو الاحترام من خلال حتى الكلام معاه، من خلال الطريقة، من خلال التواصل، فتحسسه بالاحترام. اهتم به. تعرف انت وقت بتحكي مع مجموعة كل واحد عنده خصوصيات، ثم الخجول، ثم الكسول، ثم اللي يعتقد انه يعرف الدنيا الكل وما الى ذلك. كل واحد تعامل معاه بطريقته، ويلزم تكون ملم بكيفية التعامل مع أنواع تاع العباد هذه بكلها. ولكن اهتم به، ليس في الجانب السلبي، راه
انت باش تفهم الشخصية، وبالتالي باش تعرف كيفاش تتعامل معاها. هذا يكون بطبيعتنا احنا قاعدين نحكم مع على الباث. نزيد خصوصيات اخرى للباث، يعني المتكلم اللي يحب يوصل الفكرة، الصدق والأمانة. مش دخل الصدق في الكلام، بالطبيعة انت تحب توصل فكرة كن صادقا في هذه الفكرة، مهمة برشا الصدق والأمانة. أمين في ماذا؟ أمين في المعلومات اللي تحب توصلها، توصلها بقلب ورب كما نقولوا فيها، تكون صادق معاهم في الكلام تقول فيه، وتكون أمين على أنك توصل المعلومة كما هي، أنك تكون ملم بها مليح، عارف شو قاعد تحكي، فستكون أمينا بطبعك. العدل، العدل والرحمة، إيش دخل العدل؟ أي نعم أخوي، أعدل في أنك تتعامل مع الناس كل اللي يسمع فيك واللي مش منتبه واللي مركز واللي مش مركز، كلهم نعطيهم نفس المساحة، وبالعكس ربما الناس الغير مهتمة نزيدها شوية لأكون عادلا. الرحمة، الرحمة تخص خاصة مثلا في مجال التعليم، أنت تتعامل مع الصغيرات، طب مش كون حتى تتعامل مع ناس في الصغيرات اللي في الروضة، كن رحيما بهم، تحبهم يحبوك فيقبلوا منك، وما عادش تخاف من حتى شيء، يقبلوا منك بسرعة كبيرة. كن متواضعا، انت ماكش ابو العريف، راه ماك جاي بلهم علم ما يعرفه حتى واحد، لا ولدي، تواضع فك المعلومات نتاعك، فسر لهم راك انت تغلط كيفهم، راه انت ما تعرفش، راه كذا، وادخل معاهم، مهم ياسر انك تتواضع فك المعلومات اللي جبتها، وخليهم يحكوا وخليهم يقدموا، ثم شكون باش يظهر اللي هو يعرف خير منك، ما يسالش، ما ثم حتى شيء، ثم حتى مشكل. قلنا الاهتمام الحقيقي بالمتقبل، لأن يعني المتقبل أو الناس نجم تصنفهم إلى 3 أنواع، ثم بصري وثم سمعي ثم حسي، يعني ثم أنواع تاع ناس ما تنجم توصل لهم المعلومة كان بالأمور البصرية، تصاور فيديوهات وما إلى ذلك، انت ترد بالك بالطبيعة تعرف مع شكون تتعامل، ولازم أمورك ولا الشيء تحب توصله يكون منوع، يكون فيه الجانب البصري، يكون فيه الجانب السمعي. طب الناس تحب تسمع برشا، هي يا خويا ركز على الأمور هذيك، كان عندك شيء منوع هاون بتتعامل مع تجيب الكل البصري والسمعي والحسي، كان تعرف ان المجموعة هذيك يغلب عليها السمعي، اذا باش نزود من الجانب السمعي وما الى ذلك. الحسي نحكو على جانب المشاعر، ثم ناس تعطي قيمة كبيرة للمشاعر، لما ترد بالك معهم تتعامل معهم بإحساس، ومهم جدا التعامل متاعك وطريقتك تاع التحرك، تركز على التواصل، التواصل ما بتعرف يتم عن طريق العين، وهي عنصر مهم جدا في التواصل، رد بالك على عينيك وخاطب الشخص اللي أمامك واتصل به مليح مليح عن طريق العينين، لأنه العين توصل برشا برشا، مهمة ياسر، أهم عنصر في التواصل. الصوت يا خو الباه، ذبذبات الصوت وغيرها راهي داخلة برشا في التواصل، وقتش تعلي الصوت، وقتش تطيح، وقتش تكون هادئ وما إلى ذلك، الوقفة نتاعك والشكل بصفة عامة. بطبيعة أنت ونوع المحادثة اللي قاعد تحكي فيها، إذا كان منكم من إن أمكن تحوي بعض الأنشطة وما إلى ذلك، لأنه هذاك يساعدك برشا إذا كان ثم تنشيط، وكن مرحا، ابتسم معاهم، فرهد الأمور شوية. ونحب نقتبس كلمة للدكتور إبراهيم الفقي الله يرحمه، اللي يقول اللي الاتصال هو عبارة على ومضة، فكالليل هذاك تضيء لنا الليلة بأكمله. أحسن التواصل تسعد وتسعد وتحقق ما تريد أن تصل إليه. إلى اللقاء.